لم تتأثر الدبلوماسية فحسب بل الاقتصاد كذلك، فالمغرب ذو الثقل الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية في إفريقيا كان غيابه خسارة فادحة لقمة طوكيو بتونس، هكذا علق اقتصاديون تونسيون. الخطأ الدبلوماسي الفادح كان له تبعاته في القمة حسب معز الجودي الخبير المالي والاقتصادي. موقع المغرب موقع استراتيجي، رؤية المغرب من الناحية الاقتصادية رؤية حقيقة استشرافية، فما مشاريع عملاقة في المغرب، فما كذلك معناتها كل ما هو في المجال الطاقي، فما تطور كبير ياسر وتصورات كبيرة معناتها كي ناخذوا الطاقات المتجددة، الطاقات الشمسية، الهيدروجين، مشاريع عملاقة في هذا المجال، وتونس من مصلحتها أنها يصير أكثر تقارب مع المغرب. غياب المغرب حقيقة خسارة فاتحة القمة هذه، وهذا حتى عبروا عليه معناتها بعض المشاركين وبعض الرؤساء الجمهوريات الإفريقية وحتى الجانب الياباني، يظهر لي كان معناتها من مصلحة التيكاد هذه أنه المغرب كبلاد تكون متواجدة. تلقى حلم المغرب العربي الكبير موحد لشعوبه ضربة أخرى قاسمة، عمقت الأزمة بين المغرب وتونس الصراعات داخله، وأصبح أكثر من أي وقت مضى صعب المنال. يقول هشام الحاجي الأمين العام للمركز المغاربي للدراسات والبحوث إن الحكمة والحوار هما السبيل لحل الأزمة بين المغرب وتونس حتى تعود بارقة الحلم من جديد. أعتقد أن تجاوز الأزمة الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية الشقيقة ممكن انطلاقا من تغليب منطق العقل، أولا الحوار، تجنب كل ما له علاقة بالتصعيد الإعلامي وربما بغيره من الحملات التي لا تليق بعراقة العلاقة بين الشعبين وبين تونس والمغرب، وكذلك من خلال الحوار المباشر في ظل التفكير في جملة من الرهانات الكبرى التي تهم المنطقة، وكذلك بالعودة إلى أواصر الأخوة التي تربط خاصة بين الشعبين في تونس والمغرب منذ قرون. ويتطلع التونسيون أن لا يتأثر التكامل الاقتصادي وأن لا يصيب العلاقات المتينة شرخ عميق بما يخدم أطرافا خارجية لها أجنداتها تريد صب الزيت على النار. يعترف التونسيون بشدة هنا بأن المغرب كان سندا قويا لبلدهم في محنه على مر التاريخ، لذا ترسخت قناعة هنا أن أي هزة كمثل الخطأ الذي حدث لن يزيد الروابط إلا قوة. فتح الفالحي ميديا تونس.